بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. صدق الله العظيم. السيد رئيس مجلس النواب، السيدات والسادة نواب الشعب، الحضور الكريم، أود أن أذكر في مستهل هذه الجلسة العامة ومن نفس هذا المنبر الذي كنت قد توجهت من خلاله إليكم في غرة سبتمبر 2020 بمناسبة عرض الحكومة على ثقة مجلسكم، أنني تعهدت أن تكون هذه الحكومة حكومة العمل والإنجاز، وأن تعطي الأولوية للنجاعة عبر الجرأة في التغيير وتطبيق حلولاً مبتكرة وغير تقليدية. وبعد 3 أشهر أؤكد أننا لازلنا على العهد، وأننا سنبقى نتعامل بنفس الجرأة وبأكثر عزيمة وأكثر إصرار على التغيير وبأكثر إيمان بالانتقال الديمقراطي وبضرورة تكريس كل مبادئ دستور 2014 ومؤسساته. في 3 أشهر فقط تحملنا مسؤوليتنا كاملة في إدارة مختلف القضايا وفي مواجهة شتى الأزمات، وفي مقدمتها جائحة كورونا التي لا تزال تمثل تحدياً كبيراً لكل بلدان العالم. فقد وضعنا صحة المواطن على رأس أولوياتنا، فصحة التونسي عزيزة ولا ينبغي أن نساوم فيها. وترحموا بهذه المناسبة على أرواح التونسيات والتونسيين الذين توفوا جراء هذا الوباء، وأعبر عن تضامني الكامل مع عائلاتهم وذويهم، كما أتمنى الشفاء العاجل لكل المصابين بالمرض، مؤكداً أن الدولة التي عززت إمكانيات الإنعاش والأكسجين وعملت على تضافر جهود الخط الأول والثاني والثالث الخاص والعام، دولتكم لن تدخر جهداً في توفير كل الإمكانيات الصحية من وسائل حماية وكشف وعلاج ولقاح، إمكانيات نوفرها من اعتمادات الميزانية وأيضاً من حصيلة تضامن مواطناتنا ومواطنينا. وأجدد شكري وامتناني لكل الذين عملوا بكد ودون هوادة، والذين لا زالوا يصلون الليل بالنهار ذوداً عن صحة التونسيات والتونسيين ودفاعاً على أمنهم وتأميناً لقوتهم ومرافقهم الحيوية. لكل أفراد جيشنا الأبيض البواسل، ولكل أعوان أمننا وقواتنا المسلحة وإطاراتنا المحلية والجهوية والمركزية، ولكل من ساهم في مقاومة الوباء، أقول إن الدولة ممتنة لكم، وإن الشعب التونسي يشكر فضلكم ويكبر تضحياتكم. كما أشكر كل من احترم إجراءات الوقاية مضحياً براحته ومتنازلاً عن شيء من عاداتنا في الأفراح والأحزان، وحمى نفسه ومحيطه. وأكرر دعواتي للجميع للالتزام بذلك، التزام سيسمح لنا بكسر موجة الوباء وتخفيف الإجراءات تدريجياً. السيدات والسادة نواب الشعب المحترمون، عملت حكومتنا وفق استراتيجية واضحة المعالم تقوم على تحقيق معادلة صعبة تتلخص في المحافظة على صحة المواطنين بالحد من نسق انتشار العدوى من جهة، والحفاظ على قوت التونسيين والحد الأدنى من النشاط الاقتصادي الذي من شأنه أن يدعم قدراتنا في مواجهة الجائحة والإعداد لفترة ما بعد فيروس كورونا من جهة أخرى. في نفس الوقت، الوضع الصحي ليس الأزمة الوحيدة التي تواجهها بلادنا. الوضع المالي والاقتصادي والتنموي والاجتماعي وحتى إدارة الانتقال الديمقراطي كلها أزمات متراكمة أثرت على واقع التونسيات والتونسيين، وحالت دون الاستجابة لانتظاراتهم ولتحقيق أحلامهم. الوضع الاقتصادي الصعب ومن ورائه الوضع الاجتماعي الذي نعيشه اليوم ليس وليد أزمة الكورونا، وإن كانت الأزمة عمقت فيه بالنظر لتعطل النمو وارتفاع البطالة
ومزيد انخرام المالية العمومية. هذا الوضع وليد خيارات وسياسات متراكمة غابت عنها الإرادة الواضحة للقطع مع التداين اللامسؤول والشعبوية المفرطة، فتعطلت جل محركات التنمية طيلة السنوات المنقضية. كلنا اليوم مسؤولون عما وصلت إليه تونس، وحتى إن لم نكن مسؤولين عن نتائج السياسات غير الموفقة، فإننا اليوم مسؤولون عن تحمل بل وإصلاح تبعاتها. وما مشروع قانون المالية لسنة 2021 المعروض على حضراتكم إلا صورة مرقمة لتبعات هذه السياسات وانعكاساتها. في نفس الوقت لا توجد مشاكل دون حلول، وجزء من هذه الحلول قدمناه بكل شجاعة في مشروع القانون المعروض عليكم، وهو ما يمكن أن يفسر ولادته العسيرة. قانون المالية لسنة 2021 سيداتي سادتي هو قانون المسؤولية والجرأة، هو قانون الصراحة والحقيقة، حقيقة الأرقام، وأيضاً وخاصة حقيقة الواقع اليومي للشعب التونسي وللمؤسسات الاقتصادية التونسية. الحل الآن وهنا في الدولة المسؤولة، الدولة الهادئة، الدولة المستثمرة، هو السبيل الوحيد الكفيل بأن يمكننا من الإنجاز. مشروع قانون المالية لسنة 2021 الذي ننطلق في مناقشته اليوم قد لا يكون محل توافق من الجميع، ولكن هذا في الحقيقة مؤشر إيجابي ويرمز إلى الاختلاف البناء، ويشير إلى منظومة حوكمة جديدة دخلت فيها تونس، منظومة التعدد والشراكة، ومنظومة إبداء الرأي والحوار، حيث انتهى زمن الأرقام والفرضيات غير الواقعية. اليوم قانون المالية هو قانون الصراحة، وكلنا نعلم أن سنة 2020 كانت سنة كارثية لا فقط على تونس، وإنما على أعتى الدول وأكبر الاقتصاديات العالمية. ولكن ما يجعل الأمر أكثر تعقيداً بالنسبة لتونس هي التراكمات التي أدت إلى الوضعية المالية التي تعيشها البلاد حتى قبل أزمة الكورونا. فنسبة التداين مرتفعة بل هي قياسية، والمؤشرات التنموية في أدنى درجاتها، وغيرها من المؤشرات السلبية حالت دون تعافي اقتصادنا الوطني. اليوم يجب أن نخوض معركة مفصلية لإخراج بلادنا من الوضعية الحرجة التي نعيشها. الوطن يستصرخكم، ولنا الثقة كاملة في أن تضعوا مصلحته ومصلحة التونسيين فوق كل الاعتبارات. وأنني أقطع لكم عهداً أنكم لن تجدوا من هذه الحكومة إلا الجرأة والشجاعة والإنجاز، ولن تجدوا منها إلا تذليل كل الصعوبات ودحض كل العراقيل، أياً كان مأتاها وكائناً من كان مصدرها. هذه هي رؤيتنا للدولة المسؤولة. واليوم الشعب ينتظر أن يرى نتائجاً ملموسة وإنجازات على أرض الواقع، ويريد حلولاً حقيقية لمشاغله، بل يريد أن يصنع هذه الحلول لنفسه بوصفه شريكاً في وطنه له حقوق وعليه واجبات. الميزانية المعروضة على أنظاركم صيغت لتكون بداية التغيير، وصيغت بناءً على أكبر نسبة من الواقعية. فلا ينبغي أن ننسى أننا ننتظر نسبة نمو سلبية ب7% لسنة 2020، وهي نسبة لم تسجلها الدولة التونسية العصرية منذ تأسيسها. لا ينبغي أن يكون لنا حرج في تقديم التشخيص الحقيقي. الكل يعلم أن الخسائر التي تكبدتها تونس خلال 2020 هي خسائر جسيمة وناتجة عن تعطل محركات النمو وتعطل الإنتاج في العديد من القطاعات كالصناعة والسياحة والنقل، وأيضاً تراجع الطلب الخارجي. وأدت هذه الوضعية إلى تراجع كبير على مستوى تعبئة الموارد الذاتية للدولة بحوالي 5.6 مليار دينار، وارتفعت النفقات وخاصة منها المرتبطة بجائحة كورونا بحوالي 1.1 مليار دينار، وهو ما أدى إلى ارتفاع في نسبة العجز ليصل إلى 11.4% من الناتج الداخلي الخام، أي بما يعادل 12.6 مليار دينار، فضلاً عن الارتفاع في نسبة البطالة
إلى حدود 16.2%. ولكننا نؤمن بالدولة، نؤمن بكيانها، ونؤمن بتماسكها، كما نؤمن باستمراريتها، لا سيما في احترام تعهداتها السابقة واتفاقياتها مع مختلف الأطراف الاجتماعية والمنظمات الوطنية والدولية. السيد رئيس مجلس نواب الشعب، السيدات والسادة ممثلي الشعب، لا أريد الإطالة في التشخيص، فالكل أصبح على علم بحيثيات الوضعية التي تعيشها البلاد، ولكنني أود أن أقول أن التطلع إلى تغيير الوضع قد يكون خياراً أحياناً، ولكنه يتحول أحياناً أخرى إلى قدر. واليوم قدرنا أن نغير من أوضاعنا، كل في نطاق مسؤوليته ومهامه. بدورها الحكومة تعرض على أنظاركم قانون مالية يهدف إلى استرجاع الثقة وإيقاف نزيف المالية العمومية ودعم الاستثمار. خيرت خطاب الصراحة لأنني أعلم أنكم وطنيون شرفاء، لأنني أعلم أنه في زمن الأزمات تبرز معادن الأشخاص، واليوم أريد أن أعرض عليكم الحلول الاقتصادية التي نراها ضرورية بل مصيرية للفترة المقبلة. إن سنة 2021 تكتسي طابعاً خاصاً جراء تواصل مخلفات الأزمة وارتفاع منسوب عدم اليقين بخصوص الآفاق الاقتصادية العالمية، رغم توقع استرجاع تدريجي للنشاط الاقتصادي العالمي. وينتظر أن تشهد سنة 2021 انتعاشة طفيفة للنمو الاقتصادي بعد الانكماش الحاد المسجل هذه السنة، حيث اعتمدت نسبة نمو بـ 4% كفرضية لإعداد ميزانية 2021 وسعر برميل للنفط بـ 45 دولار. أولى خطوات المسؤولية إيقاف نزيف المالية العمومية. سنة 2021 هي بداية إيقاف هذا النزيف الذي تفاقم بصفة غير مقبولة وغير مسؤولة، وأخل بكل التوازنات المالية إلى درجة أنه أصبح يمثل خطراً حقيقياً على سيادة وطننا وعلى استقلاليته، ولن يتحقق ذلك إلا بالتحكم في النفقات وترشيدها. وهذا القانون يحمل في طياته الجرأة على التقليص في نفقات التنمية، في نفقات الميزانية بـ 1.6%. الدولة المسؤولة لا يمكن أن تقبل أن تكون عبئاً على مواطنيها، خاصة عبر هذا العجز المزمن والمقيت في المؤسسات العمومية. هذه المؤسسات جعلت لخدمة المواطنات والمواطنين وخلق الثروة، لا لتعمق العجز أو أن تحل محل الدولة في دورها الاجتماعي. وهنا أريد أن أطمئنكم أن الدولة لن تتخلى عن دورها بل ستعززه. سنقوم بالتدقيق في المؤسسات العمومية وننشر التقارير بكل شفافية، وسنطور حوكمتها وسنلائم سياستها في الموارد البشرية لتحافظ على الكفاءات وتطورها وتستقطبها وتشجعها وتحاسبها حسب أهداف واضحة وشفافة وطموحة. نجحنا في هذا مع البنوك العمومية، وسننجح رغم حجم التحدي مع كل مؤسسة عمومية بالشراكة مع المنظمات الاجتماعية الوطنية. المسؤولية تحتم علينا كذلك إصلاح منظومة الدعم الذي طال انتظاره، وذلك عبر توجيهه إلى مستحقيه في إطار منظومة إصلاح شاملة أصبح من الممكن التسريع فيها اعتماداً على ما تم تحقيقه في مجال الرقمنة. والمسؤولية على أهميتها غير كافية لمواصلة مسار التحكم في الميزانية، إذ لا بد من العمل على تعبئة موارد الدولة واستيعاب الاقتصاد الموازي صلب الاقتصاد المهيكل بطريقة سلسة، ولا بد من مواصلة الإصلاح الجبائي وإصلاح الإدارة والتشجيع على الادخار والاستثمار والتصدي للتهرب الجبائي وترشيد تداول الأموال نقدا. وتتمثل بعض الخطوات العملية لهذا التمشي في تعزيز موارد الميزانية، والتي سنعمل على الترفيع فيها بنسبة 9.2%، وذلك من خلال تطوير الموارد الجبائية بنسبة 12.6%. وهذا التطور لن يأتي بالترفيع في الجباية، ولكن بشن حرب حقيقية ودون هوادة على التهرب الضريبي بمختلف أشكاله، أيضاً بتبسيط وتوحيد نسب الضريبة على الشركات
وضبطها في حدود 18%. هذا بالإضافة إلى ترشيد الامتيازات الجبائية، والتي سيكون منحها مشروطاً بالتزام المستفيدين بإعادة استثمار الأرباح في الشركات قصد خلق ديناميكية اقتصادية ناجعة. إذا كانت الدولة المسؤولة تتحكم في نفقاتها وتعبئ مواردها في هدوء وبذكاء، فإن هدفها الأسمى هو الاستثمار في مستقبل التونسيات والتونسيين وتحسين حاضرهم. نحن على يقين أن الإنعاش الاقتصادي لن يتحقق إلا عندما تتمكن الدولة من لعب دورها في الاستثمار. لذلك تمكنا رغم الظرف الصعب من الترفيع في النفقات ذات الصبغة التنموية ب 4.5% مقارنة بسنة 2020. أريد كذلك أن أشير إلى مسألة على غاية من الأهمية، وهي أن الدولة تعاني من عجز في تنفيذ المشاريع، أي أننا حتى وإن تمكنا من توفير اعتمادات للمشاريع المبرمجة، فإن التنفيذ يصطدم بالعديد من العوائق التي تحول دون تنفيذها. هذه العوائق تتمثل في التعطيلات الإدارية والعقارية والاجتماعية وحتى الجهوية أحياناً، وتتعلق أيضاً بنقص أو غياب في التنسيق بين مختلف المتدخلين وبسوء الحوكمة. الدولة مطالبة اليوم وأكثر من أي وقت مضى أن ترفع كل العوائق الإدارية والبيروقراطية، وأن تحين مقاربتها التنموية بإضفاء المزيد من روح التشاركية الفعالة. غالباً ما تكون البدايات صعبة، وهذا عادي وطبيعي، ولكننا تجرأنا ومررنا لإيجاد الحلول، ونحن عازمون على المواصلة لتحقيق التنمية، ولكن ذلك يستوجب من الجميع التحلي بروح المسؤولية وابتعاد البعض عن الاستثمار في هموم التونسيين. بالنسبة لهذه الحكومة أقولها وبكل وضوح، لم يطرح يوماً أن أتعاطى مع الحراك الاجتماعي السلمي بمقاربة أمنية متغطرسة. هذا لا يليق بتونس الديمقراطية، ولا يليق بتونس المدنية، ولا يليق بتونس المتسامحة، وأيضاً لا يتماشى مع مقاربتنا التشاركية التي تقوم على مبدأ أساسي، وهو أن كل تونسية وتونسي شريك في وطنه، لأن زمن التعاطي الأمني الصرف ولا وانتهى، والديمقراطية تقتضي وجوباً تشريك الجميع، ليس بمنطق الحاكم والمحكوم، وإنما بمنطق التشارك في بناء الوطن وفق رؤية تنموية شاملة وأولويات يساهم في ضبطها أبناء وبنات الجهات أنفسهم، بالتنسيق مع مختلف الهياكل المركزية والجهوية والمحلية، وبالتعاون مع المنظمات الوطنية. وقد يكون هذا الطريق هو الطريق الأطول في تحقيق التنمية، ولكنه بالتأكيد الطريق السوي والطريق الذي يحقق تنمية مستدامة تضمن حق المواطنين وحق الأجيال القادمة في تنمية جهوية متضامنة وفي عدالة اجتماعية وتوزيع عادل للثروة. كلنا شركاء في الوطن، ومن حق كل مواطن أن يتمتع بثروات هذه البلاد على قدر السواء، أياً كانت جهته وأياً كان انتماؤه. وأؤكد لكم أن الدولة لم ولن تخضع لا للابتزاز ولا للمحاولات البائسة للي الذراع. نحن لا نقبل إلا بالتشارك والحوار، ونواجه العنف بقوة القانون، لأن التنمية لا تتحقق إلا في مناخ هادئ تتضافر فيه مجهودات الجميع وبروح تشاركية مسؤولة وفي إطار منهجية حوكمة جديدة. وكنت قد عرضت على السيدة والسادة الولاد خلال الندوة التي جمعتنا الأسبوع الفارط الخطوط العريضة لبرنامجنا في هذا الصدد. ومن أهم نقاط هذا البرنامج هو تفعيل اللجان المشتركة بين السلطة المركزية والسلطة الجهوية والمحلية ومختلف مكونات المجتمع المدني والقوى الحية الناشطة في مختلف جهات البلاد. التنمية الجهوية ليست شعاراً يرفع بقدر ما هي منظومة حكم لا بد من ترجمتها على أرض الواقع، ولن تنجح الحكومة في ذلك إلا بدعم السيدات والسادة نواب الشعب الذين يمثلون كل التونسيين وجهاتهم ويحملون مشاغل أبنائها وأحلامهم.
وأغتنم هذه الفرصة لدعوة السادة ممثلي الشعب المنتخبين إلى الانخراط مع بقية هياكل الدولة في هذا البرنامج الوطني الرائد، هذا البرنامج التشاركي الذي يضع المواطن في قلب المنظومة التنموية ويعمل على فك العزلة عن الجهاد وخلق فرص تعاون وتنمية مشتركة بين المركز والجهة من ناحية، وبين الجهات بين بعضها البعض من ناحية أخرى. ينبغي أن تكون التنمية الجهوية تنمية مندمجة ومتضامنة، قاطرتها الدولة وشعارها الوحدة. هذا هو التمشي الكفيل بضمان عدالة اجتماعية طال انتظارها، حتى أن بعض الجهات فقدت كل أمل في الدولة. هذا الواقع يجب أن يتغير، وأول خطوة في التغيير تبدأ عبر الإجراءات المضمنة في قانون المالية لسنة 2021. السيدات والسادة نواب الشعب، كنت قد قلت إن هذه الحكومة شعارها إيجاد الحلول وتحقيق الإنجازات لا خلق المشاكل وافتعال الأزمات، فقد ذاق شعبنا ذرعا من انعدام الاستقرار السياسي الذي يمثل المعضلة الحقيقية أمام كل الإصلاحات. الصراعات وانعدام الثقة بين الفرقاء السياسيين يضعف الضغط على واقع البلاد الاجتماعي والاقتصادي المضغوط أصلا. لذلك فإننا نعمل على بناء الثقة بالحوار والتشاور المتواصلين، ونسعى إلى تطوير العلاقة وتدعيم الارتباط بين الحكومة وشركائها السياسيين. في الختام أقول لكل التونسيات والتونسيين، مصيرنا اليوم بأيدينا، وقدرنا أن نكون كالبنيان المرصوص وأن نحافظ على وحدة شعبنا وعلى سيادة وطننا. هذه الحكومة هي حكومة الإنجاز وحكومة الحلول، وهي حكومة كل التونسيين دون تفرقة. همها الوحيد هو وضع أسس التغيير وتطبيق منظومة حوكمة جديدة تقوم على التشاركية الفعلية وعلى حق الجهات في التنمية والعيش الكريم وفق ما يقتضيه دستور الجمهورية الثانية. لكل التونسيين، لكل شركائنا الاجتماعيين، وكل المنظمات الوطنية والأحزاب السياسية والمجتمع المدني والقوى الحية، أقول حان الوقت للعمل على برنامج وطني رائد وطموح يجمع لا يقصي أحداً ويستجيب لتطلعات بنات وأبناء شعبنا. أذكرهم أن المستحيل ليس تونسياً، وأنه عندما اجتمعنا واتحدنا حققنا نتائج ذاع صيتها عبر العالم. اليوم تونس في حاجة إلى تلك الروح الوطنية العالية، فلنضع نصب أعيننا مستقبل أبنائنا وبناتنا، ولنضمن لهم مستقبلاً أفضل في بيئة أسلم وفي مناخ أنقى. لا مجال للاستسلام ولا للعودة إلى الوراء. الحكومة طرحت حواراً اقتصادياً واجتماعياً حول قانون المالية ومخطط التنمية، وهي تبسط يدها لكل مبادرات الحوار البناءة، وتؤكد على أنها يجب أن تكون عنصراً فاعلاً فيها. تونس لها شعب عظيم ودولة واحدة وموحدة، ونحن على يقين أننا سننهض بأنفسنا لأننا في لحظة حاسمة ولأننا على حق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.